أستاذنا الدكتور مفيد شهاب لما اتكلم على الأمن، هل الذين يتحدثون عن الديمقراطية بغير الأمن هم ناس سذج؟ لا يوجد وطن بغير أمن. إذا الأمن ضاع لا في ديمقراطية ولا في تنمية اجتماعية ولا في تنمية اقتصادية ولا في حاجة خالص. الأمن أساس. فأعاد لنا الأمن إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن هو العنصر الحاكم للحركة الحياتية للإنسان. دولة بدون أمن لا دولة، ولا دولة بدون أمن لا حياة، وحياة بدون أمن يعني ضياع. عشنا ردحا من الزمان في هذا الضياع. من العناصر اللي شاركت في الوجد وشاركت بحب بجد في مصر من قبل ومن بعد كان أستاذنا الدكتور سمير فرج.